السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الوصفه ديال الصابلي الخاص بيا، صابلي المتواضع. قبلوا عليا وخلاص. ان شاء الله غادي نحتاجوا زلافه ديال سكر كلاصي سبيسيال، حيت سبيسيال كيكون ناقص شويه من الحلاوه، ماشي بحال السكر كلاصي العادي. والفرق الاخر اللي كاين، السكر كلاصي العادي كيكون فيه الطوب، هذا كيكون كله بودره، ما كتلقايش فيه لا طوب لا حتى شي حاجه. تقريبا جوج كيسان ديال السكر ديال العنب بالنسبه لي، ما عرفتش القياس ديال هاد الزليفات. انا كندير زلافه السكر زلافه الزيت، ولكن عبرت لكم باش الاخوات اللي ما عندهمش هاد الزليفات هادو هاد الشكل يديروا جوج كيسان ديال العنبه ما عامرينش بالسكر كلاصي، وكاس ونص ديال الزيت، زيت المائده، جوج بيضات بحراره المطبخ. تقريبا كيكفينا فيها كيلو ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. عندي هنا زبده 250 غرام، البودره ديال الفاني وقبيصه ديال المليح. بالنسبه للزبده انا كنستعمل هذه اللده، يعني كنت خرجتها من المبرد باش تجي هكذا بوماد. كتكون يمكن لكم تستعملوا اي نوع، كلهم مزيانين. ناخذ السكر كلاصي، راه غربلته من قبل، كنحاول ندمج الزبده مع السكر مزيان حتى ينسجموا. من بعد ما انسجمت لينا الزبده مع السكر، غادي ندير الزيت. بسم الله، كنحاول ندمجهم. من بعد ما نساجمو ليا، نتوما كيف كتشوفو كيجي بوماد، غادي نضيف عليهم البيض. الفاني بودر، انا استعملت الفاني بودر، ولا ديروا ساشي هذيك سكر الفانيلا اللي كان متوفر، القشره ديال الليمون، قشره البرتقال، باش ما بغيتو تنسمو كيبقى اختياري. كنديروا له هكذا، كنضربو باش كينسجم لينا مزيان. كنتمنى تجربوا هذا الصابلي، راه كيعطي كميه كثيره وسهل في التحضير. الدقيق راني غربلته من قبل، غير كنضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى نحس بالعجين ديالي. صافي هي هذيك، وعاد نوقف. تقريبا قلت لكم راه كيلو، تقريبا كيلو ديال الدقيق، راكم عارفين على حساب الدقيق واش كيشرب بزاف اولا لا، بين كيلو كيلو شويوش، اولا شي مره كيلو كيبقى منه واحد الشويوش. من بعد ما جمعتو بالدقيق ديالي، نتوما كيف ما كتشوفوا كتجي العجينه متماسكه، ما كندلكوش. راكم عارفين الصابلي راه ما كيتدلك ما والو، غير كنجمعو بالدقيق وخلاص. غادي نقسم على ثلاث كويرات، كندير لها بحال هكا ونديرهم في هاد البلاستيكة ونخليهم يرتاحو واحد ثلاثة دقايق هكدا، كتر ربعة. كي نقول ليكم هو هاد العجين تقدرو تخليوه دابا تاجنوها في الصباح وتلاشي وتكملوها، أو تاجنوها في الليل وتبداو الله يحسن العوالة. كاين لي واحد بوحدو ما عندوش لي يعاونو، وكيدير
كيبغي يدير شي حويجه زوينه ديال الدار شي حليوات راه ما فيها لا خميره لا والو تقدروا تحتفظوا بها ما كاين حتى شي مشكل ما ديروهاش في المجمد غير في ما بريد لتحت ولا غير هكذا في شي بلاستيك دابا الجو راه ما سخون شي بزاف هادشي اللي كاين غادي نخليها شويه ترتاح ونرجع ان شاء الله يا ربي بعد ما خليت العجين ترتاح واحد شويه عندي هنايا ورق زبده او ورق الطبخ هذا كنفرشو من تحت اللي ما عندوش كان يستعمل بلاستيك العادي كتفرق البلاستيك على جوج كتفرشها راني كنخدم بالبلاستيك وكنخدم بهذا اللي كان متوفر مزيان كلشي تيساعدنا في الخدمه غير بلاش اللي كيجي في الهزان صعيب شويه من الافضل هكا كندير الورق من تحت والورق من فوق غادي نصدعكم شويه بالتخشيش عندي هنايا المدلك نشرح العجينه ديالي تكون رقيقه حيت غادي ندير هاد الطويبع هذا غندير وحده فوق وحده يعني خصها تجي العجين رقيق كتحاولوا ديروها رقيقه دابا نخدم معاكم بالبلاستيك باش اخوات ما يعكزوش اللي ما عندهاش البابي ما تعكش دابا ندير معاكم حتى بالبلاستيك كلشي راه صار غير بلاش اللي ما صالحش ملي كدير في البلاستيك اولا في الورقه بحال هكذا ديال المطمر ملي كدوز هكذا يديك هذا العجين كتحس بالبلاصه اللي غليظه والبلاصه اللي رقيقه ماشي بحال العادي عندي هنايا هذا المدلك عاوتاني هذا اللي ما كنقول لكم مخطط كيخطط العجين راه كاينين هكذا ديال العود وكاينين ديال البلاستيك كنحاولوا نمرروه ماشي نقطعوا العجينه غير كنمرروه واحد شويه هاد الشكل و كنطبعوها بالطباع هانتوما كيف قلتلي كتجي هذا ديالي الصابلي ديالي كيجي زوين دي هنايا طبصيل ديال الفرن كيتنسى لي حتى السميات وكنديرو هنايا من الافضل يكون طبصيل ما فيهش العويجه يكون زعما عواج ولا طالع من الفوق ولا من الافضل حيت راكم عارفين هاد الصابلي بريستيج خصو يجي مقادد ما تجي فيه لا طلعه لا هبطه لا والو نتمنى هاد النصائح هادو يفيدوكم انا كنطبع وحده هكذا وحده هكذا طبعت هكذا وهكذا غير باش نوريكم باش ما يجيش طويل الفيديو هانتوما كي كتشوفوا ها هي دابا ان شاء الله غادي نكمل هاد الرشمه هادي ونتلاقاو ان شاء الله ها هو البلاطو ديالي دابا ساليتو هانتوما كيف شفتوا درت الفران يسخن على 180 درجه غادي نشعل عليه من التحت دغيا تيطيب راه ما تياخذش لينا بزاف ديال الوقت وان شاء الله نكمل الكميه اللي عندي دابا ان شاء الله من بعد ما درت هذيك الطبعه المستطيله دابا ان شاء الله غادي ندير هذه مدوره وهذه هكا اوفر غادي نوريكم غير الطوابع اللي عندكم تستعملوهم غادي ندير هذه بحال هكا وغادي ندير هادي في قلت لكم اوفر صافي غادي نستمر حتى هاد العجينه غتخرج ليا ثلاثه ديال الشكيلات شحال ما بغيتو تخرجوا منها على حساب واش غديروا غير كميه صغيره من كل شكيل اولا كميه كبيره المهم انا غادي ندير منها ثلاثه ديال الشكيلات هما هادو اللي وريتهم لك منين يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو نوريكم التزيين
من بعد ما ساليت الكميه ديال العجين اللي عندي هي عطاتني هاد الكميه هذه. هانتوما كيف كتشوفوا راه كميه كثيره. بالنسبه للتزيين عندي هنايا الكونفيتور ديال الفريز غليكوز، هادو باش غادي نلصقهم. كيفاش غادي نديروا الكونفيتور باش غادي يلصق مزيان يثبت؟ هو راه كيتبت بوحده ولكن ضروري خصك تغليه، كتغليه مزيان مزيان فوق النار وكيتبت بوحده. اللي ما عندوش غليكوز متوفر يمكن ليه ما يديروش، غير شويه تقريبا واحد الملعقه صغيره ديال الغليكوز ولا زيتو بيديكم فزقوا الايد باش ما كيبقاش لاصق فيها كيتحيد بسهوله. غير اختياري الغليكوز اللي بغى يديرو يديرو، ما بغاش ما يديروش. انا غادي نرجعو فوق النار يغلي مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما درت الكونفيتور ديالي غلى مزيان مع شويه ديال الغليكوز خليته دفى، ماشي برد تماما غير دفى، نتوما كتحسوا به تقيقل. عندي هنا شويه ديال الناباج والغليكوز حتى هو درتهم يغلي غير شويه شويه تقريبا ملعقه ملعقه. بالنسبه لهذا الشكلاط هذا اللي غادي نزين به راني درته معكم في فيديو اللي قبل من هذا. بالنسبه لهذا اللي كيجي فيه هكذا هاد الشعريه ديال الشكلاط كندير في القالب ديال البلاستيك، هاد الشعريه هي الاولى كنرشها في القالب وعاد كندير الشوكولاته من الفوق. ملي تيتجمد كتحيدي الشوكولاته كتلقيه هكا هاد اللوينات هادو، كل واحد شنو ما بغى يستعمل. حتى هادو كنت استعملتهم معكم في فيديو قبل. نبداو على بركه الله، غادي نوريكم. غادي ندير هذا عادي بحال هكذا، شويه ديال الكونفيتور هو راه كي ما حدو كيبرد هو كيقبط راسو مزيان هاد الشكل وكنخلي. بالنسبه لهادي حتى هي كل ما برد كل ما كيقبط راسو مزيان. اللي بغى قبل ما يبرد الصابلي يدردر على هادو اللي متقوبين اللي فيهم تقيبات، يدردر عليهم السكر كلاصي منين يكون الكاطو سخون ويستعملوا هكذا. انا غير خليتهم هكذا سامبل. اما بالنسبه لهادو غادي ناخذ الشيته ديالي وندهنها بحال هكا، عفوا ماشي هادو الاخرين ضغط هادو، غادي ناخذ الشيته غادي ندهنها بحال هكا وندير هاد الوريضه في الوسط. عندي هنايا كاوكاو مهرمش كونكاسي، غادي نديرو مع الجنيبات. كاوكاو كونكاسي راني وريتكم في فيديو بان كيفاش كنستعملو، ها نتوما كيف كتشوفو. هادو هما الشكيلات ان شاء الله اللي غندير. وبالنسبه لهذا غادي نستعمل فيه الكونفيتور ديال المشمش بنفس الطريقه اللي استعملت فيه الكونفيتور ديال الفريز. غادي نسالي الكميه اللي عندي ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتمنى يكون عجبكم هذا الصابلي. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي صايبت معكم اليوم، صابلي بسيط انتما كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الشكلاط هذا اللي زوقت به ديال الشكلاط اللي صايبت في البلاستيك نخلي لكم في صندوق الوصف، نخلي لكم الفيديو ديالو. بالنسبه لهذا اللي كيجي هنايا مزوق بهاد اللوينات، هذه هي الشعريه ديال الشكلاط اللي فيها الالوان، كنديرها في القالب البلاستيكي هي الاولى عاد كنعمر عليها بالشوكولاته البيضاء. ملي كتجمد كنحيدها كتجي هكذاك مزوقه زوينه. لأول مرة كيزور القناة ما ينساش الضغط على الزر الأحمر موجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناة. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش تخليو ليا الآراء ديالكم بخصوص هاد الصابلي كيف جاكم، وكنتمنى منكم تجربوه وتعطوني الرأي ديالكم.
نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات اخرى.